أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. وقلنا أن كم تدل على الشيء الكثير الذي لا يحصى، تقول كم فعلت كذا وكم فعلت كذا. كم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. يريد الله في هذه الآية أن يدلل لهؤلاء الذين قالوا هذا القول أنهم حنقى لا ينظرون إلى واقع الحياة الدنيا ليروا من كان أعز منهم مكانا ومكانا وكيف صار الأمر إليهم. فلو أنهم فطنوا إلى هذا لعلموا أن هناك فارق بين وجود النعمة عندك وبين ضمان أن توجد عندك. الممد هو الذي يقدر على أن يعطيك النعمة وتتوالى النعم من عنده ما تنفدش، لكن إذا كنت أنت ما انتش واهب يبقى سيب الواهب هو اللي يحدد زمان النعمة معك. وخذوا واقعا من واقع الحياة حولكم، وكم من قرن كانوا أحسن منكم أساس وأحسن منكم رئ. وقلنا إن الأساس هو فراش البيت، وهذا أمر يتناسب مع كل إمكانيات واحد. ورئي، الرئي حاجة اسمها على وزن فعل والمراد بها المفعول. تبقى رئي يعني مرأة. احنا نقول وفديناه بذبح عظيم، يبقى ذبح يعني ايه هنا؟ يبقى مذبوح، يبقى فعل تأتي بمعنى ايه؟ مفعول. تبقى الرئي هو المرأة. في قراءة تانية احسن اساسا وزية. طب ما هي برضو الزي يبقى مرئي، بس المرئي ده اتنين، اللي لابس الزي والزي نفسه. يا نظارة بيبقى عندهم أحساس وأحساسا، المرأة بتاعه جميل كده شكله فيه نظارة، شعره مرطل كده بالطيب ومش عارف ايه، وده كان بقى شعص غبر مقطعين الهدوم، يبقى ده أحسن ايه في المنظر. فقال احنا أهلكنا ايه وناس قبلكم كانوا أحسن منكم أساس وأحسن ايه. ليه؟ أم قالك لأن الذين بلغوا في الحضارات مبلغا عظيما. الناس المعاصرين دلوقتي كانت في حضارات متعددة، حضرت الصين، حضرت مثلا مصر القديمة، حضرت مثلا الرومان، كل دي حضارات. ذهبت هذه الحضارات ولا ما ذهبتش؟ طب إذا كانوا قد بلغوا من الحضارات ما بلغوا، ألم يستطيعوا أن يبلغوا شيء يضمن لهم دوام الحضارة؟ ده دليل على أن في حاجة تانية إيه؟ أقوى منهم تزيل هذه الحضارات وكأنها غير موجودة، اللي احنا قلناها إيه؟ ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العباد. عاد وإرم ذات العباد دي لم تكلف الحق سبحانه وتعالى إلا أن تهيج عواصف الرمال عليهم وحضارتهم كده. وبعدين يدينا برضو دليل على صدق هذا، إن مثلا في رمال الأحقاف تمشي القافلة فتهب عليها ريح وتهب عليها الرمال بواسطة الريح فتغطي القافلة بأسرها. فمسألة سهلة أوي يعني. احنا قلنا زمان القرآن فيه ألفاظ كان قبل العصر الأموي ما كانش الكلام بينقط، يعني النبرة كده كانت تتقري ايه؟ نون، وتتقري تي، وتتقري سي، وتتقري من تحت ايه؟ ب، وتتقري من تحت ايه؟ ياء. النبرة الحرف التصويري ده يشمل ايه؟ كتيرة، ينطق كتير. وده كان معتمد فيه على فصاحة العربي، ساعة ما يقرأ معرفته بمواقع الألفاظ يحدد الايه؟ يحدد المعنى. أهرئيا وزيا، تتقري كده وتايه. لكن لما تيجي تقراه ما تبعدش. ولذلك لما جابوا واحد مش حافظ القرآن وبعدين جابوا له القرآن كده مش منقوط قبل ما يتنقط، وما هو النقط والشكل ده جه بعدين، انما كان الاول لا نقط ولا ايه شكل، اعتمادا على مين؟ على ملكة العربي. ولذلك العربي القديم اذا كتب اليه انسان كتابا وشكله يزعل، لان معنى يشكله كانه بيتهمه بالغباء، وانه ازاي ما يعرفش يقراها الا مشكل، يعني انا اقراها من غير ما يشكل ومن غير ما ايه ما يتنقل. مثلا لما عرضوا عليه القران غير مشكول، ارى مثلا في قوله سبحانه وتعالى صبغة الله ومن أحسن من الله إيه؟ صبغة. أهي هي إيه؟ الصاد تنقري إيه؟ صاد وضاد.
صح. ادي واحد. والبيه تتنقل ايه؟ بيه ويه ونون وته وسي. انما العربي لما يجي يقرا يقول ايه؟ هيقول ايه؟ صيعته. ما فيش حاجه في اللغه اسمها صيعته، ما فيش. اللي تيجي هنا تبقى ايه؟ صبغه وصنعه. تبقى قريبه منها ولا لا؟ صنعه الله ومن احسن من الله صنعه. هي تمام ولا لا؟ يبقى ما يبعدش يعني ايه؟ يعني برضو يجيب. ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. عندنا كم حرف منقوط؟ الفه فيها نقطه مش كده؟ والت هذا نقطتين، وب و ونون. شوف بقى قادر النقط دي على الكلمه. لما ارى غير منقوط قال الف تثبتوا. ما هي تبقى. اذا العربي بملكته يستطيع ان يقع على اللفظ ايه؟ ولذلك اللي الف في اللغه ايه؟ كتب اللغه دي والقواعد. ما فيش يوم واحد عربي الف والف حاجه، لان كان العربي يستنكف انه يالف. يقول لك ده ملكه، ده عايزه تعليم، دي مش عايزه تعليم. انما الاعاجم لما دخلوا لازم يتعلموا دي القاعده، ده فاعل مرفوع وده مفعول منصوب ودي تنجر ودي مش تنجر ودي تعلم. انما العربي ما يعملهاش ابدا، كل اللي دونوا فيها ايه؟ اعاجم. في لقطه من لقطات القيامه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. الاعراف اللي هم الجماعه ايه؟ اللي لا دخلوا الجنه ولا دخلوا النار. الاعراف الحته العاليه اللي بين الجنه ايه؟ بين الجنه والنار، دي السلسله. ودول ايه؟ قال لك ده القسمه العقليه، لان الله حينما قال اما من ثقلت موازينه واما من خفت، يبقى جاب لنا ايه؟ حالتين من حاله الميزان. والميزان بصوره العقليه ثلاثه، تثقل كفه تخف الكفه. طب يتساوي؟ ما جابلناش التساوي. قال فاما من ثقلت ايه؟ فهو في عيشه، واما من خفت موازين. طب يا رب اين التساوي؟ ايه التساوي؟ جت في ايه؟ الايه؟ الاعراف. وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا ايه؟ بسيماهم. كلا يعني اصحاب الجنه واصحاب النار، الواحد معروف بسيماهم. وهناك ايه ثانيه، لم يدخلوها وهم يطمعون، دي ايه ثانيه. وعلى الاعراف رجال يعرفون كل بسيماهم. قالوا بقى للجماعه الكفره، انتوا كنتوا بتقولوا عليه على دول، ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. اللي على الاعراف بيقولوا لمين؟ للي كانوا بيستهزئوا بالمين؟ بالمؤمنين، ان احنا مجتمعين وان احنا كسار وان احنا كذا. وما لهم ما اغنى عنكم ايه؟ جمعكم وما كنتم ايه؟ تستكبرون به. طيب أهؤلاء، التفت بقى بيخاطب جماعة ويشير إلى جماعة. أهؤلاء يعني المؤمنين اللي في الجنة دلوقتي، أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمته؟ هم دول أهم؟ شوفوا هم فين وانتوا فين دلوقتي. يبقى المقياس ما تقس الوسائل، إنما قس الإيه؟ الوسائل مع الغايات. قل أمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. ليه؟ قال لأنه كل ما يمد له فئة في الضلالة، الرب رب للجميع، رب للمؤمن ورب للكافر. ولذلك قال للأسباب اللي خلقها في الدنيا اخدم المؤمن، ولا قال للشمس اطلعي ده وسيب ده، المطر ينزل ده ويسيب ده، الأرض تدي ده، اللي يحسن الأسباب ياخدها، لأن بحكم ايه؟ الربوبية، لأنه رب لمين؟ رب للجميع. ولذلك الكافر يعين، زي ما بيعين المؤمن بالنصر برضه يعين الكافر بمراده. ازاي يعني؟ في قلوبهم مرض، يقول لهم انتوا حبيتوا المرض، يعني المرض ده كويس بالنسبة لكم؟ ما دام كويس بالنسبة لكم انا رب اعطيكم اللي تحبوه، فزادهم الله مرضا. يبقى رب ولا مش رب؟ ما دام عاجبك كده، عاجبك الكفر ومبسوط منه، ختم الله على ايه؟ وجعل على ابصار. مش انت بتحب ديا؟ خلاص انا اسئله اجيبها لك، خد اتفضل. كان الله حتى في عون مين؟ عون الكافر، عايزه ياخد ياكل. مش انت مش عايز الكفر مبسوط منه؟ انا حصب على قلبك، لا اللي جوه من الكفر يخرج ولا اللي خارج من الايمان يدخل عشان تنبسط. نعم. كل من كان في الضلاله فليمدد له الرحمن مدا. في الدنيا الفانيه دي، من كان يريد حرث الاخره نزد له في حرث، ومن كان يريد حرث الدنيا
نؤته منها، بس ايه يفهم وما له في الآخرة. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مد. لك في آيات أخرى يقول لك يا أخي تعجبك أموالهم وأولادهم، اوعى تنفتن بالأولاد والأولاد، ده أن ربنا عاملهم عشان يعذبهم بها في الدنيا والآخرة، يعذبهم بها في الدنيا سعيا في جمع المال ومتاعب في تربية الأولاد، وبعدين ياخد المال يجي له حسرة، ياخد ابنه يعيه يجي له حسرة، ده أنا عايز أعذبهم هذا، أنا مديلهم دي علشان إيه؟ ما تعجبكش هذه الأموال، ده أنا أريد أن تزهق وهم كارهون. نعم. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. طب وازاي مديله مدا؟ أم قال لك لأن الرب وعبده عايز كده، يقول له خد يا سيدي معه. حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة. العذاب يعني إيه؟ يجي نصر بقى للمؤمنين على الكافرين في الدنيا، إما نرينك الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا الإيه يرجعون، وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. في الوقت ده بقى إيه؟ ولكن المعرفة دي ما عادتش تنفع، لأنه لا استئناف هناك لإيمان، انتهت المسألة. يبقى النكاية تيجي في إيه؟ في إنك أنت يمكن في الدنيا تؤمن، إنما لما تحصل حاجة في الآخرة لما خلاص انتهت المسألة. فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. ولذلك الله سبحانه وتعالى يجي للمؤمنين يقول لك دخلنا معركة واحد، يقول لك كان نفسي أقتل مين؟ خالد بن الوليد، كان نفسي أقتل عمرو بن العاص، كان نفسي أقتل عكرمة بن أبي جهل. يقول له أنت كنت عايز تقتلهم، لكن أصل ربك مدخرهم ليكونوا سيوفا لك. خالد بن الوليد بقى سيف الله المسلول، اكرم ابن ابي جهل، ابن ابي جهل الله يجي يقول للسيدنا خالد بن الوليد اليرموك وضرب ضربه ظن انه ميت فيها، راى على رجله وقال له يا خالد اهذه ميته ترضي عني رسول الله؟ اهدي طب كنت عايز تقتل ده ليه بقى؟ ما انا عايزه انك لو شهدت يوم القندمه زعلان قوي، اذ فر صفوان وفر عكرمه ولقيتنا بالسيوف المسلمة ضربا فلا تسمع إلا ماما لم تنطقي باللوم أدنى كلمة. يعني زعلان اللي زي إكرمة يفر منه، ده فر منه ليك لمصلحتك، يبقى اللي نجا جاي لخيرك أنت. نعم. فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا، لأنه يقول لك الجنود إيه يعملوا إيه الجنود هنا هناك، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم الى صراط الجحيم. قال دي هدايه شوف شوف التهكم، اهدوهم الى خذوا بايدهم ودوهم الايه فاهدوهم الى صراط الجحيم. وبعدين يبص لهم للمنتهى يقول لك ما لكم لا تنصرون، ما كده شطر منكم شطرتوا كده، بل هم اليوم مستسلمون. واقبل بعضهم على بعض ايه يتساءلون، قالوا انكم كنتم تاتوننا على اليمين. قال لهم لا، يعني تجينا من ناحيه انكم اقوى منا وترغمونا على الكفر. قالوا بل لم تكونوا مؤمنين، كنتم قوما طاغين، وبعدين جبنا لكم تشويره كده جتوا ويانا، انا عملنا لكم حاجه، ولذلك هيقعدوا بقى يقولوا ارنا اللذين اضلانا من الجن والانس. متعتهم الكفره من املهم انهم يشوفوا مين اللي اضلوهم من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا. لا يا اخوان العزم مش باقدامك، العزم بمين؟ باخذ عزيز مقتدر النهارده. حتى اذا راوا ما يوعدون اما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا، اللي هي برضو الآية بتاعت سورة الجن، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار إيه جهنم خالدين فيها أبدا. حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل إيه وأقل عددا. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. نقول زمان إن الهداية تطلق بمعنى إيه؟ معنى الدلالة على الخير وبيان طريقه، ومعنى المعونة. فاللي يؤمن بالله يبقى خد الدلالة الأولى، صدق ربنا في الهداية إلى طريق الخير. لما ربنا يقول له أنت صدقتني في دي أنا أعينك على التانية بقى هناك. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، يعني هو قال إيه، هو قال إيه يعني القرآن اللي أنت بتقوله عليه، بيستهتروا بالإيه؟ أولئك الذين طبع الله على قلوبهم، اللي فيها من الكفر ما يخرجش واللي خارج منها من الايمان ما يدخلش. واتبعوا اهواءه، والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم ايه تقوى. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، زي ما زود المنافق مرض على مرضه
يدي ده برضو أنهم كلهم عبيد وده حبيب دي يلا ماشيها لك يا سيدي. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. أهي والباقيات الصالحات دي الغايات اللي احنا بنقول عليها. ساعة ما تشوف السبل الشاقة اقرن السبل الشاقة دي مع الايه؟ مع الغاية المسعدة. تقوم تعمل ايه؟ احنا قلنا الرجل اللي راح ويا السباخ وقعد يعفر نفسه ويعزق ويعمل ودوك قاعد نظيف ومش عارف ايه، وبعدين وهو جاي بقى كده ما يجيب الغله كده والتبن والمش عارف الايه والبتاع، ولا يدخل بالخيار الحلو والباميه والملوخيه والبصل مش عارف ايه، هذه الغايه. نعم. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا، اي خير فيما ترد اليه. نعم. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. طيب من هو الشخص اللي قال كده ومعروف لمن خطب بهذا الخطاب، وربنا ما قال لناش من هو علشان يصح انها تيجي لنا في حياتنا، اللي يقول مثل هذا الكلام لو كان يشخصه تبقى تقول ده هي كلمة وقالها صاحبها وقد وعلا، نقول لا ده المهم إيه الكلمة اللي تقال من هذا، سواء كانت معاصرة لك انت ولا كانت معاصرة لمين؟ الرسول. أفرأيت يعني انت ما شفتوش، كأنه يستدل بالمنظر اللي شافه على القضية اللي هو ايه. طب هو قال ايه؟ أمية بن خلف الجمحي قال انا دلوقتي عندي مال وعندي اولاد، وبعدين برضو لو يا ما تقوم زي ما تقولهم برضو هيبقى عندي ايه؟ عندي برضو هذه. طيب قال القرآن رد عليه أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، يعني امتى؟ يعني ان صحت ان تقوم الساعة. هم بيقولوا ايه؟ مش مستيقنين ان الساعة على فرض انها قامت برضو عن ايه؟ ما هو الحوار اللي حدث بين ايه؟ فاضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لاحدهما جنتين من اعناه وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعة تلك الجنتين اتت اكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر منك مالا واعز نفرا، مش كده ولا لا؟ وقعد بقى الحوار ايه، وقال على فرض ان هتيجي الاخر برضه هبقى بالشكل ده، وقال له انت كفرت بالذي خلقك وانت مش عارف ايه، لولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله الى اخر الايه القصه. وبعدين ربنا وراهم الاثنين، ورى دي ان كلامه كان كذب وخلاص وانتهت الايه المساله، وورى الثاني ان الكلام اللي قاله ده كذب وانت صاحب الحق والايه والسيطره. ولذلك فعسى ربي إيه؟ أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له إيه؟ وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفي على ما أنفق فيها وهي قاوية على إيه؟ على عروشها. يبقى إذن اللي قال لأوتين مالا وولدا نقول له الكلام ده تقوله لو كنت تقدر تصون اللي عندك، لو كنت تقدر تصونه، انما يصونه من وهبه، وما دام ربنا هو اللي واهب يبقى يقدر ايه؟ يبقى ياخد. ولذلك لا يعتز الانسان الا بما كان له في ذاتيته شيء، ولا فيش عندنا في ذاتياتنا ايه؟ قل ارايتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن ياتيكم بماء معين، قل ارايتم ان اهلكني الله من معي او رحمنا فمن يجير الكافرين. يبقى اذا المساله الصيانه للايه؟ للي يعطي. وما دام انت ما جبتش لنفسك، اذا كنت انت تجيب لنفسك كنت تقدر تصنع، ما تم ما تقدرش تصنع تبقى مش بتاعتك. افرايت الذي كفر باياتنا وقال لاوتين مالا وولدا، نقول له بقى انت بتقول الكلام ده كده من عندك كده يعني متطوع لنفسك بالكلام، اطلع الغيب يعني كده بص كده وطلع وشاف الغيب لقى أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ ما يقولش الكلام ده لأوتين مالا وولدا يعني في المستقبل بدل اللي هيروح له، إلا إذا كان حاجة من اثنين، يا شاف الغيب يا من يملك هذا قال له اداله إيه؟ اداله عهد. ولذلك هناك الآية تقول إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم لما تخيرون أم لكم أيمان بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون. سلهم أيهم بذلك زعيم، من اللي ضامن لهم الأكاد دي؟ فليأتوا بشركائهم كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود إيه فلا يستطيعون. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ العهد معناه
الشيء الموثق بين اثنين. الاثنين من المخلوقات عندهم اغيار، يمكن يتعاهدوا على حاجة ولا يقدروش ينفذوها الاثنين، او واحد يقدر ينفذ والتاني ما يقدرش ايه ينفذ. انما مين اللي ما يخلفش العهد؟ اللي ما فيش قوة تانية تبطل، ما فيش الا هو بس. يبقى اللي يدي عهد يبقى مين؟ هو بس الله. انما انت بتدي عهد يبقى صالح بانك انت توفيه، وصالح من ايه؟ ما توفيش. انما العهد يبقى يكون من الله. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما جه الامام علي حب يعني ينصحه نصيحه بقى كده، قال له يا علي ادعو الله ان يجعل لك عهدا، وادعو الله سبحانه وتعالى ان يجعل لك في قلوب المؤمنين ودا. يبقى ما دام ربنا يدي عهد يبقى ايه؟ يبقى نافذ. يبقى اي عهد من خلق لخلق، انما اي عهد من خالق لخلق يبقى ده لا. قد تعاهد ربك على الايمان انما ما تضمنش الاغيار، لكن اذا عاهدك ربك على الجزاء فثق انه ايه؟ الم اعهد اليكم يا بني ادم. اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا سنكتب ما يقول. كلا دي اذا سمعتها فاعلم ان كلاما قيل قبلها، والله يريد ان يبطل هذا الكلام. يبقى كلا يعني ما يحصلش اللي انت بتقول، لو تيمنا ايه مالا وولدا. بعد ما قال اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا، كلا يعني بيوم في الايه، ساعة ما تشوف كلا هتعرف ان الكلام اللي قبلها منفي والكلام اللي بعدها حجة على النفي دليل. اقرأ ان شئت قول الحق سبحانه وتعالى. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي كتر خيرك والله اللي أبيه. واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي. هذا الحكم اللي هو بيقوله، ان كان عنده اشياء ده رب اكرمني واداني مثلا صحه واداني مال واداني مش عارف ايه، يبقى قربها لله يبقى دي اكرام. يبقى المنقود فيه ايه؟ مش انه ربنا اتاه انه اكرمني المنقود. اما اتيان الله له فهذا صدق ان ربنا اتاه، بس اتاه للاختبار، والاتيان لوحده ما هوش النعمه، انما النجاح في الابتلاء والاختبار هو النعمه. فانت لما بتقول ان اما الانسان اذا ما ابتلاه، ولذلك سميت لا فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرما، واذا قدر عليه يقول ربي اهان. نقول له الممنوع هنا ان انت خدت المال دليل الاكرام، دي اللي مش صح، وخدت الفقر دليل الاهانه، ودي مش صح. ولذلك رد على الاثنين قال كلا، يعني لا الاول صادق ولا الثاني صادق، الاثنين كذابين. كلا يعني ليس ايجاد المال معك دليل اكرام من الله، وليس اخذ المال من يدك دليل اهانه من الله. ليه؟ بده يعلم بقى. طب خدت مال ولا جعلتش مصرفه فيما احل الله، يبقى المال جه فتنه ليك وتسقط، ولا يبقى اكرمك بقى، ولا اداك وسيله للاغواء والاغراء، بتبقى دي اهانه هتسقط. كلا ايه بقى؟ عايز يرد بقى الحيثيه ايه؟ انتوا بتحبوا المال حب ايه؟ ولا تطعمون ولا تحضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما، فكيف يكون إيتاء المال إكراما لك؟ بل هو إهانة. كلا، هو قال لأتين مالا وإيه ولد، قال له كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب إيه مدا، ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. نرثه ما يقول، ده مش هنجيب له، ده احنا هناخد اللي معاه، ان نحن نرث الارض ونحن الوارثين. هو بيقول هيجيب لي كمان، نقول له لا ده يرث اللي هيفضل، ده هيتاخد هو اللي هيرثه، وانت بتقول وولد هتجينا ايه؟ هتجينا فرضا. ونرثه ما يقول اي بالنسبه للمال، وياتينا فرضا اي بالنسبه للايه؟ للاولاد. واتخذوا من دون الله الهه ليكونوا لهم عزة. أيوة هناك بقى لأتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. قالوا إن الحق سبحانه وتعالى حكى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم وقال إيه؟ قال الله من أدخل على مؤمن سرورا، اللي يدخل على مؤمن إيه؟ سرورا، أخذ العهد من الله.
أخذ العهد ومن صلى الصلوات بفرائضها وفي وقتها وبوضوئها أخذ عهدا على الله. يبقى أدي أخذ العهد، يبقى العهد يجي من كم حاجة؟ من حاجتين، يا تدخل السرور على مؤمن يقوم ده خدت الايه؟ خدت العهد. يبقى ربنا قال ده هو اللي يبقى واخد عهد مني ان انا بقى ايه؟ ما ادخلوش النار. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. الإنسان لا يتخذ إلها أي معبودا، ما هي معنى إله يعني ايه؟ معبود. معنى رب يعني موجد ورازق، موجد من عدم ورازق من عدم، هذه معنى. يبقى الربوبية عطاء والألوهية تكليف. كان الأصول والمنطق إن اللي ده نعمة التربية تسمع كلام، إنما انت خدت نعمة التربية وبتاعه لما يقول لك اعمل كذا ولا تعملش كده ايه؟ سبته. ولذلك حتى في الفلاحين يقول لك اللي ياكل لقمتي يسمع كلمتي، يعني ده الأصول كده. ولذلك يقول لك هو الآفة في التربية ايه؟ العيل أبوه يقعد يشقى، أمه تحمل وترضعه وتربيه وأبوه يشقى ويجيب له وإلى آخره، ولما يبقى شاب كده وبتاع وحاجات زي دي ويطلع يروح صيده شوية ناس زيه أفاقين ويقعدوا إيه؟ يغروه بالأشياء بتاعه. يا أخويا دول كانوا فين وأنت ضعيف ما عندك؟ كانوا فين وأمك عمالة تعمل فيك؟ ده ما يصحش إنك أنت تسمع كلمة إلا مين؟ اللي كان حامل همك. ولذلك أصول التربية إن لما نيجي نربي أبنائنا نقول له يا بني أنا بجيب لك تاكل وبجيب لك تشرب، يقول لك حد في الشارع جاب لك دي؟ يقول لك لا. يقول له أنا لما أقول لك بقى كلام بقى مأمون عليك، يعني أنا تعبت، اوعى تسمع كلمة من حد غيرك، اوعى تطيع أمر من حد غيرك، اوعى واحد يديك مثلا دلوقتي على الحاجة العصرية، اوعى واحد يديك وردة تشمها لأنه يعني يمكن حاطط لك فيها اللي بيقود إلى التعود ولا مش عارف، ولا يديك شوكولاتة أنت بده يخدرك وبده يبقى. اوعى تأمن حد عليك الا لمين؟ اللي اعطاك وانت اضعف خلق الله. انما هم يعرفوك وانت قوي كده وفتوه وشاب ومش عارف ايه وبتجري، لا اوعى اوعى. ساعة ما ندي لاولادنا المناعه من هذه الناحيه يقوم الولد يطلع قافل بقه حتى ما يشربش الواحد بره كوبايه شاي، ما يشربش منه كوبايه ميه، خدش منه شوكولاته، خدش منه ملبسه، لان ما حدش مامون عليا الا مين؟ إلا اللي تعب فيه وربيه تفهمه كده. يوم الولد من دول ساعة ما يطلع حتى إن كان هيجوع ولا بتاع يبقى ادي له يا سيدي إزازة حط له فيها شوية مية، ادي له سندوتش يبقى ياكله، وتقول له اوعى تمتد لأنك أنت شايف البلاوي اللي بتحصل أهي. البلاوي اللي بتحصل بعدين تقودك إلى التعود ولا تعمل مش عارف بيك انهيار وإلى آخره. يبقى إذا اللي يدي نعمة ويربي هو اللي نسمع كلمته. هم خدوا عطاء الربوبية وسابوا عطاء مين؟ عطاء الألوهية. واتخذوا من دون الله آلهة. طب اللي دون الله آلهة دول كانوا فين وانت بتتربي؟ هم خلقوكم؟ هم عملوا فيكم ايه؟ طيب انت بتاخد آلهة من غير الله. انا اريد اله يعني معبود، معبود يعني مطاع، مطاع يعني في امر ونهي، مش معنى كده؟ طب قول لي يا اخويا اللي بتعبد الشمس، الشمس تعبدتك بايه؟ قالت لك اعمل ايه ولا تعملش ايه؟ ولو عملت اللي هي عايزاه هتديك ايه؟ ولو ما عملتش هتعذبك ازاي؟ قالت لك الشمس حاجه من دي؟ اما تتخذ اله كده بدون اوامر وبدون تكليفات تبقى ده عمق ولا مش عمق؟ فاي اله دون الله؟ نقول له تعالى. قال لك ايه الاله اللي انت واخده ده؟ طب امال الناس بتصدق ليه؟ قال لك لان التدين طبيعته في النفس، لكن افته انه بيطلب من الانسان على خلاف شهوته. شهوته في حاجه يقول له بلاش دي، وهو عايز يعمل ايه؟ عايز يعمل اللي على كيفه ويبقى متدين، يعمل اللي على كيف ويبقى ايه؟ يقوم يروح للالهه اللي ملهاش تكليف دي. طب هي كلفتك بايه؟ قالت لك ايه؟ قالت لك ما تشربش خمر، قالت لك ما تكذبش، ما قالت لكش حاجه. تبقى والله كويسه الالهه دي قوي اللي انا هقعد اعبد فيها اهو من على كيفي واعمل اللي على كيفي، انما الاله اللي عايز تكليفات لا بلاش ايه؟ بلاش ايه؟ ولذلك ده السبب في انك انت تجد ناس مثقفين وعقولهم كويسه وفيهم نضج، وبعدين يجي واحد دجال يقعد وياهم شويه يروح قايل لهم شويه يقولوا لا الاختلاف ده العصر اقتضاه، ده مش عارف ايه ده، يقول لك والله ده دين كويس دي، ويبقى مقنع نفسه بانه ايه؟ انه متدين وانه على دين، انما مش على حل شعب. هذا السبب في رواج هؤلاء الدجالين، انهم بيطمنوهم على ان ده دين، انما ملوش مطلوبات، وما دام دينه ملوش مطلوبات يبقى والله كويس ده ولا مش كويس؟ يبقى كويس قوي. واتخذوا من دون الله آلهة
ليكونوا لهم عزة. ما هو العز؟ العز هو الغلبة والامتناع عن الغير. يعني ما فيش واحد ينال منه شيء، يقول لك ده عزيز. عزيز يعني ما حدش يقدر يعمل ايه، ما حدش يقدر يعمل فيه حاجة. بقى ليكونوا لهم عزة. طب قول لي كده هيعملهم ايه دول الآلهة اللي هتردهم؟ كلا برضه هيرد، هم هيكفروا بيهم، الآلهة نفسها هتكفر بدول ويكونون عليهم ضد، ويكونون عليهم ايه؟ يبقى هو خده على انه ايه؟ عز، ولكن ينقلب هو يبقى ايه؟ ضد. طب الملائكة اللي الناس اللي عبدوه، ربنا هيقول للملائكة هؤلاء اياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك انت ولينا بل كانوا يعبدون الجن. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين ايه؟ اتبعوا، وتقطعت بينهم الايه؟ الله. يبقى دول حييجوا في الآخر. ولذلك ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له وهم عن دعائهم غافلون. يريدوا حتى يسمع ولا يستجيبش، إنما لا يستجيب وهو إيه عن دعائه إيه؟ وهم عن دعائه إيه؟ أيوه. ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له وهم عن دعائهم إيه؟ غافلون. ليكونوا لهم عزة. قالت فلانة لأبيها، فلانة دي كناعة عن أي واحدة، قالت فلانة لأبيها يا أبت ما حملك على أن تقبلني مخطوبة لابن فلان؟ يعني البنت بتقول لأبوها إيه؟ ما الذي حملك على أنك أنت تقبل أن تكون مخطوبة لابن فلان؟ إيه اللي عجبك فيه يعني؟ قال لها يا بنية إنهم أهل العز وأهل الجاه وأهل الشرف وأهل القوة والمنعة. قالت له يا أبتي إنك قدرت أن يكون بيني وبين ابنهم ود، ولم تقدر أن يكون بيني وبين ابنهم كراهة. فإن كان بيني وبين ابنهم كراهة سيكون ما قلته ضدك، وتبقى أنت اخترت خناقك، يبقى قوي عليك. أنت ضامن أن أنا أبقى كويسة وياه، ولا من الممكن أنه إيه يكرهني؟ طب لما يكرهني يبقى العز والجاه والسيطرة والقوة ضد مين بقى؟ ايه هي دي؟ ليكونوا لهم عزة. قال لك لا، ده حيبقوا عليهم ايه؟ ضد. قال لك في ناس آلهتها المال، والمال قوم ان بدا المال قائلا انا المال قال القوم اياك نعبد. يقول له يا خايب ده انت، ده انت فاهم انه حيبقى تعتز بالمال، ده حيبقى ايه؟ نكل عليه. يوم يحمى، افتكر يوم يحمى عليه في نار ايه؟ فتكوى بها ايه؟ جباههم وجنوبهم وظهورهم. يقول لهم هذا ما كنزتم لانفسكم لتعتزوا به. يبقى انتوا قوتوا الكي ولا ما قوتوش؟ ايه كل ما يكثر البتاع هيبقى الكي ايه؟ هيبقى الكي. وبعد ذلك ياتي بالترتيب الطبيعي لوقوف الجحود عند صاحب المال امام الفقير. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها ايه؟ جباههم وايه وجنوبهم وظهرهم. ثلاث مراحل. قال لك ايه؟ قال ان اول ما يجي اللئيم الغني ساعه ما يجي له المحتاج، ساعه ما يشوفه وجهه يتغير ويشيح بوجهه عنه كده، ادي اول مرحله. وبعد ما يشيح بوجهه يقرب شويه يقوم يديله ايه جنبه، وبعدين يقرب له شويه يجي له من ناحيه يديله ظهره. يبقى العذاب على قدر هذا. يوم يحمى عليها في ايه؟ في نار جهنم فتكوى بها ايه؟ جباهه، وبعدين تكوى ايه؟ جنوبهم، وبعدين تكوى ايه؟ يبقى لما يبالغ بقى في المال يبقى عمل ايه؟ يبقى كنت انت عايز عز بقى لك ايه؟ ضد. كلا سيكفرون بعبادتهم. الله. واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم ايه؟ كافرين. نعم. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا، لانهم هيشهدوا. ده حتى الجوارح اللي تمتعت بمعصيتك هتشهد عليك، انت متعته وبعدين تشهد عليك يوم القيامه. الله يوم ايه يقول تشهدوا عليهم ايه؟ السنته وايديه، مع ان اللسان قال اللي على كيفه وشتم وسب ده وقال لا ما فيش اله، وقال اللي على كيفه مش كده ولا، والودن سمعت اللغو والعين شافت المحرم كله واتمتعت. اهم دول هم اللي هيشهدوا، انت متعتهم. انا قال لك ايه ده كلام صح. ليه؟ لانك غفلت عما كان يجب ان لا تغفل عنه، وذكرت
عمن كان يجب ألا تذكره. فيجي الإله اللي أنت اتخذته ده، أنت تركت الإله الحق ورحت للإله الإيه؟ الإله الباطل. يقوم الإله اللي تركته الحق اللي تركته هو اللي يبان لك ويمسكك، والإله اللي أنت اخذته الباطل هو اللي يتخلى إيه؟ يتخلى عنك. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. الضد هو الإله العدو المخالف لك، والذي يحاول أن ينكل إيه؟ ينكل بك. ثم يقول الحق لرسول الله: ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. الأز هو الهز الشديد بعنف، وهو زي ما تقول النزغ برضه في آية ثانية: وإما ينزغنك من الشيطان إيه؟ نزغ. وهو الوسواس. يبقى الأز هو إيه؟ هز بعنف وإزعاج. ولذلك انت لما تشوف واحد اتنين كده يكون عمال بيحرضوا على فسك ولا على حاجه، بده بنت جميله يشوف ايه، يجي يفرحوا كده شوف، ويروح نغزه كده يقول له: يا اخي تلحلح شويه، اهي النغزه دي هي الاذى، اهي هي النغزه دي، ليهيجه على المعصيه وعلى الشر. يبقى الاذى هو الهز الشديد بازعاج، ويعبر عنه القران مره بالاذى ومره بالنزغ ومرة بالوسوسة. إما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. ينزغنك يعني إيه؟ ينغزك كده النغزة علشان تهيج إليه على الشر. والوسوسة أيضا. ولذلك تجد النزغ يأتي بمعنى الطائف، الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. يبقى إذن خذ الأز هذه واحدة، النغز، الوسوسة، الطائف، كل دي أمور الإيه؟ الشيطان. لنا سؤال يقول: إذا كان الله قد كره ما يفعل الشيطان بالإنسان المؤمن أو الكافر، فكيف أرسله الله عليه؟ هو بيقول إحنا أرسلنا الشياطين، يبقى الشياطين مرسولين لمهمة، يبقى بيؤدي مهمتهم. أم قال لك إيه؟ وما هي مهمة الابتلاء؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لا، يؤمن واحد بقى يحرضه على انه ما يؤمنش، يقوم المؤمن الصلب يعمل ايه؟ يقف امام الشيطان يقول له: لا انا ايه؟ انا اؤمن. طيب الشيطان احنا قلنا له تاريخ مع الانسان الاول وهو ادم، امتنع عن السجود فعاقبه الله بالطرد من الجنه، وبعد ذلك قال: انظرني لاغوينهم اجمعين، عشان يخلص من ذريه ادم ما ناله بسبب ايه؟ بسبب ادم. وقلنا ان الشيطان وسائله متعددة، هذه الوسائل المتعددة يجي يعمل ايه؟ ألا أقعدن لهم صراطك المستقيم. هذه أول منهج. إذا الشيطان مش هيقعد على الطريق الأعوج، لأن صاحب الطريق الأعوج ليس في حاجة إلى الشيطان. يبقى الشيطان بيعمل ايه؟ يجي على الطريق المستقيم ليصدك ايه؟ ليصدك عنه. طيب، وبعدين أقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم، يعني من أمامه ومن خلفه وعن أيمانه وعن شمائله. طيب ترى الجهتين، الجهات كام عندنا؟ الجهات ست: أمام، خلف، يمين، شمال. ما جابش لا الفوق ولا التحت. قال لك ايوه، لأنه يجي لده ازاي؟ من كان مرتبطا بعز الألوهية الأعلى وذل العبودية الأسفل لا يأتيه الشيطان أبدا. مش ممكن ما يجلوش الشيطان. اذا الشيطان بيعمل له ايه؟ الغفله. طيب الشيطان برضه ساعه اقسم قال: بعزتك لاغوينهم اجمعين. يعني هي مش شطاره مني انني اغوى عبادك، لا، وانما عزتك عن خلقك وتركك لهم الخيار في ان اللي يؤمن يؤمن واللي ما يؤمنش ما يؤمنش، هي دي المنفذ اللي انفذ منه، بدليل ان الذي تريد ان تصطفيه انت وتستخلصه لنفسك لا استطيع ان اخذه إلا عبادك منهم المخلصين، دول اللي ما اقدرش عليهم. الله. إذن المعركة ليست بين الشيطان وربه، إنما المعركة بين الشيطان ومين؟ والإنسان. يجي يقول: طيب ما دام الشيطان هيقعد على الصراط المستقيم هيجي على الكافر ليه بقى؟ أم قال لك: أيوه هيجي على الكافر، لأن الكافر بفطرته يميل إلى الصراط المستقيم. برضه الكون كده قدامه يقول: مين اللي خلق ومين اللي عمل؟ يجي يقصى ساعة من الساعات يعمل إيه؟ يقوم الشيطان يجيله بطل الطريق المستقيم بتاع الفكر اللي يخليه مين؟ يؤمن بالله. يقوم هو يجي. ولذلك الشيطان له عمليتين: يا ينزغك
علشان يحرك فيك شهوة ينسيك طاعة. ولذلك يجي الاثنين وما أنسانيه إلا الشيطان، يبقى في الطاعة إيه ينسيها، يجيب أشياء والضباب كده عليها ويخليك تنساها. وهناك وإما ينسيهنك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع الإيه مع هؤلاء. الله، إذن الشيطان له وسائله الإيه الخاصة. فالحق سبحانه وتعالى يقول احذروا الشيطان. الشيطان يحارب في الإنسان فطرته الإيمانية، وفطرته الإيمانية تدعوه إلى أنه ساعة كده يروح يفكر أن الكون ده لازم يكون له خالق، لازم كذا، لازم كذا، لازم كذا. إذا كان الدليل على الوجود الإلهي دليل فطري مش عايز فلسفة. العربي لما مشي كده أم لقى البعر في الصحراء ولقى أثر قدم على الرمل، فقال إذا كانت البعرة ده تدل على أن بعيرا كان هنا، والقدم ده يدل على أن ماشيا كان يمشي هنا، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ألا يدل كل ذلك على وجود لطيف خبير؟